احنا عملنا القناة دي ليه؟ عايزين نوصل لإيه؟ إيه هي أهدافنا بالظبط؟ وإنتم لما تتابعونا هتستفيدوا إيه؟ أهلا وسهلا بيكم في قناتي قيمتك في جودتك، المكان الأفضل لفهم جميع التطبيقات العملية للجودة الشاملة والتميز التشغيلي والمؤسسي. في الواقع قبل ما نقول إيه هدفنا من القناة دي، إحنا عملناها ليه؟ عايزة أنوه لأن كل ما سينشر ويقدم من خلال القناة دي هو مسجل في حقوق الملكية الفكرية وعليه حقوق للطبع والنشر والتوزيع. إحنا عملنا القناة دي ليه؟ إحنا عملناها بهدف نشر وترسيخ ثقافة الجودة الشاملة. طبعاً ده لإيماننا إن مفيش مجتمع في الدنيا هينهض بدون تبني ثقافة ومبادئ الجودة الشاملة، وبالتالي من هنا احنا بنستهدف جميع انواع المؤسسات والشركات، سواء كانت صناعيه بتصنع سلع ومنتجات، او كانت خدميه يعني بتدي للعملاء خدمات طبعا، او كانت مؤسسات قائمه على المشروعات، يعني مؤسسات بتنفذ مشروعات في واقع الاعمال. احنا بنستهدف اي نوع من انواع المؤسسات دي في الواقع، طبعا سواء كانت حكوميه، قطاع حكومي، او قطاع خاص، او قطاع اعمال، مش هيفرق معانا. طيب احنا برضو بنستهدف المواطن، بنستهدف الموظف، بنستهدف العامل في الموقع او العامل في على خط انتاج في مصنع، احنا بنستهدف المسؤول في كل مكان. وده طبعا لان ثقافة الافراد دي هي في الاخر اللي هتبني ثقافة المجتمع، هتنعكس على المجتمع ككل. فالافراد هم اهم نواة في كل اللي بنتكلم عليه، اللي هم مين؟ هم حضراتكم انتم وكلاء التغيير، احنا بنستهدفكم انتم، احنا بنستهدف خلق وكلاء للتغيير علشان يغيروا مؤسساتهم. فحضرتك بتروح مؤسساتك، بتروح شركاتك، وبتنفذ كل جزئية بتفهمها مننا، بتروح تنفذها في شغلك، بتنفذها في المؤسسة اللي انت شغال فيها. طبعا ده هينعكس لتحسينات كبيرة في المؤسسة، هينعكس على رفع لمقاييس الأداء في المؤسسة وتحسينات في المؤسسة، ويقوي البوزيشن أو الماركت بوزيشن أو المكانة السوقية للمؤسسة ديت، سواء كنت بتكلم على مؤسسات خاصة أو مؤسسات حكومية، مما سينعكس على النهوض بالفكر والثقافة للجودة الشاملة في المجتمع ككل. فإحنا لوحدينا مش هنعمل حاجة، أنا لوحدي مش هقدر أعمل حاجة، فإحنا كلنا مع بعض نقدر نعمل حاجة. طبعا هياخد وقت، أكيد اللي إحنا بنتكلم فيه ده مش هيحصل في يوم وليلة، أكيد هياخد وقت، بس لازم نبدأ. خلينا نبدأ وناخد وقتنا، بس في الآخر أكيد مادام إحنا متوحدين في أهدافنا أكيد في الآخر هنوصل لحاجة. طيب حابة أنبه برضو لإن إحنا هنهتم جدا بالناحية التطبيق العملي، التطبيق في الحياة العملية في شغلك، دي أهم حاجة. في فرق كبير بين النظرية والتطبيق. النظرية هي نظرية واحدة، لكن تطبيق النظرية ليه مليون طريقة، تمام؟ فازاي اطبق النظرية دي في شغلي؟ طب اعرف النظرية ازاي؟ انت ممكن تعرف النظرية من غيري ومن غير اي حد، مش محتاج حد عشان تعرف النظرية. You can google hundreds of materials، يعني انت تقدر تحمل ملايين او مئات الملفات فتعرف ايه النظريات، يعني ايه النظريات في الجودة الشاملة دي، وايه النظريات في التميز. اوكي، لكن تطبيق الكلام ده عمليا في شغلك هتعمله ازاي من غير ما تحتاج الاستشاري، ولا ان انت تسأل استشاري او كونسلتنت؟ انعكاس ده في شغلك هطبق ازاي عملي على الارض؟ نجاحك في شغلك وترقيك الوظيفي بيكمن في الاساس في اللي انت بتقدر تنفذه وتحققه على الارض، مش في حفظك للنظريات خالص. فاحنا هنهتم ان احنا نفهمك النظرية وفي نفس الوقت تطبق ده ازاي في شغلك، لان this is a real challenge by the way. هو ده التحدي الحقيقي، مش ان انت تعرف النظريات، انت مش محتاجنا ولا محتاج اي قناه ولا محتاج اي حد في ان انت تعرف ايه النظريات، وتدخل بقى على قناه ويبعتوا لك مليون ملف، وكل يوم ملفات ملفات ملفات، وانت في معظم الاحيان ما بتقراش الملفات، وحتى لو قريتها ما بتبقاش عارف طب ازاي ده انشره في شغلي، ازاي اتكلم في الكلام ده مع الادارات عندي، ازاي اتكلم في الكلام ده مع التوب مانجمنت، مع الاداره العليا، ازاي اطبقه في شغلي واعمل تحسينات ملموسه تحسب لي. كل ده ان شاء الله هنغطيه من خلال فيديوهاتنا في القناه. برضو محتاجه انوه ان احنا مش بنستهدف فقط قطاع الجوده او وظائف الجوده في المؤسسات، لا، مقاييس الجوده الشامله والتميز هي اوريدي امبيدد او مدمجه في جميع العمليات في الشركه.
اذا هي مدمجه في جميع الوظائف في الشركه، فاحنا هنساعد كل وظيفه انها تحقق مستهدفاتها. يبقى احنا مش بنستهدف فقط وظائف الجوده او فقط قطاعات الجوده، لا احنا بنستهدف جميع القطاعات في المؤسسه، تمام؟ لان nowadays او حاليا يعني ما بقتش الجوده مسؤوليه اداره الجوده، لا هي بقت جوده الاداره في جميع الادارات، جوده الاداره في جميع العمليات، في جميع الوظائف، في جميع الفانكشنز. فبالتالي احنا بنساعد كل فانكشن انها تحقق مقاييس الجوده الخاصه بيها. طيب حابه انوه برضو على حاجه مهمه، حضرتك لو حابب تاخد اي شهاده انترناشونال، انترناشونال بروفيشنال سيرتيفيكت او شهاده مهنيه عالميه، فاحنا هنقدم لك كل الاعدادات اللي تاهلك ان انت تاخد الشهاده دي. فانت مش محتاج ان انت تروح تاخد اي كورس مع اي بروفايدر او مع اي شركه، انت هتاخد الاعداد اللي مطلوب، وبحيث ان انت في النهايه هتحجز الامتحان وتمتحن وان شاء الله تنجح. فدي النقطه دي هنغطيها برضو باذن الله. مهم عندنا جدا ان احنا ناخد اقتراحاتكم لمواضيع الفيديوهات اللي جايه، فعايزاكم في التعليقات على الفيديو ده تكتبوا لي كل مقترحاتكم وطلباتكم للموضوعات اللي انتوا عاوزيننا نغطيها في الفيديوهات الجايه. احنا عندنا اجنده بتاعتنا طبعا، بس احنا بنويلكم او بنرحب طبعا بكل مقترحاتكم وكل طلباتكم وتفاعلكم معانا، وعلشان في الاخر احنا هدفنا ان احنا نرضيكم ونسعدكم، فعايزين ناخد مقترحاتكم علشان ندخلها في الاجنده باذن الله. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن علاقه الجوده بالاديان السماويه من جهه وبالاقتصاد من جهه اخرى. احنا مش هيبقى لينا فريكوانسي ثابت للفيديوهات، او مش هيبقى لينا مدد معينه، مش هقول لكم انا هنزل كل يوم الفيديو او كل يومين او كل اسبوع، لا هو هيبقى ملوش فريكوانسي ثابت. وبالتالي لو انت مهتم ان انت تتابع الفيديوهات يبقى انت لازم تشترك في القناه وتفعل الجرس التنبيهات علشان يوصلك دايما الاشعار باي فيديو جديد ينزل في وقته. شكرا لكم واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.